بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. عندي وصفة اليوم فطائر خفيفة وبعجينة هشة وطرية بحشوة المربى، قبل هيك عملناها بالشوكولا أو بالنوتيلا، إن شاء الله بتعجبكم طريقتها. ومقاديرها كتير سهلة وعجينتها قطنية، يعني بتعجب الكبار والصغار، يعني ممكن تنعمل بأي أوقات للشاي، شرب الشاي شرب القهوة، طلعوا كيف كتير كتير عجينتها إسفنجية. بسم الله الرحمن الرحيم، مقاديرها كتير سهلة يعني ومش مكلفة، شايفين كتير عجينتها سهلة وبسيطة، وهي بحشوة المربى، وإن شاء الله بتعجبكم طريقتها. وخلينا مع الوصفة والمقادير. والصلاة والسلام على رسول الله، معكم بإذن الله مطبخنا. بتمنى من اللي بيشوف قناة لأول مرة ما تنسونا من اللايك من الشير إذا عجبكم الفيديو وعجبتكم القناة. عنا اليوم فطائر كتير خفيفة بحشوة المربى، يعني بتختلف مش بحشوة الشوكولاتة زي كل مرة. عندي اليوم هون كوباية من الحليب الدافي، كوباية زيت، كوباية مي، عندي حوالي 5 معالق كبار سكر، 1 من الخميرة العادية الفورية، وحاخد معلقة من البيكنج باودر، عندي بيضة واحدة، الطحين عندي هون 3 كاسات نفس المقدار كله، بس ممكن أكتر ممكن أقل. أول شي بسم الله بدي أحط الحليب الدافي طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، هنا هون حطيت الحليب، بدي احط معاه طبعا الخميرة والسكر. بسم الله الرحمن الرحيم، نسيبهم شوي، والبيضة طبعا بدي احطها على اساس ما يكون الحليب شوي دفيه، ما بنحط البيضة وهو ساخن، لانه شوي هو سخنته شوية. بسم الله حط البيضة، نخلقهم منيح. بسم الله الرحمن الرحيم، نحط هلا الزيت. بسم الله، نحط البيكنج باودر، هاخد نص الباكيت طبعا، 15 جرام، باخد نصه انا، قد معلقة بس، لان البيكنج باودر بيعطي لكل المعجنات طراوة. بسم الله الرحمن الرحيم، احط هلا المي وابلش احط. انا قلت عندي 3 كاسات ممكن اكتر، هاي كاسة. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هلا انزل شوي شوي نص الطحين اللي عندي هون، كاستين طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، ممكن اكتر ممكن اقل، هاي العجينة بدها تكون عندنا نوعا ما طرية، ما تكونش يابسة. بسم الله، هلا نحط الباقي ونشوف اذا بدها كمان حسب الطحين. بسم الله الرحمن الرحيم، هلا احط بقية الطحين اللي عندي واعجن. طبعا بدها شوي، هي جبت كمان كاسة، يعني هي احط نص الكاسة، يعني صاروا 3.5. بسم الله الرحمن الرحيم، اي حسب الطحين ما بيشرب ممكن اكتر، مثل ما قلت. بسم الله، حط البقية كلها. هلا تقريبا خلص العجينة بتكون، هي نعجنها منيح، بتصير عندنا عجينة متماسكة مثل ما هي. أخذت عندي 4 كاسات، ممكن 3 4 3.5، نعجنها منيح. بسم الله، شايفين هاي العجينة نوعا ما طرية. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ما بأسى إذا كانت طرية، ممكن تحطوا شوية زيت على الإيد، هاي لأن أنا بديها طرية كتير، هاي شايفين. مثل ما قلت العجينة إذا شوية تلزق تحطوا شوية زيت على قد معلقة صغيرة. هلا بدي أسيبها ترتاح لما تخمر وبنرجع لها، هيا بنرجع لها بعد شي نص ساعة لما تخمر ونشوف. هون هيتني أنا سبتها ترتاح، هاي شايفين، بس جبت عندي شوية زيت، أمسح إيدي عشان هاي أطلع القطع، طبعا القطع كتير، هاي شايفين كيف طرية. بدي احط في كل وحده مربى، ما بدي احط شوكولا المره، عندي هون مربى فراوله بدي احط فيها، واسكرها. بسم الله الرحمن الرحيم، حسب ما انتم بتحبوا تصغروها تكبروها، هذا بيرجع لكم. هي العجينه كتير مرتاحه، بسم الله، هي احط كمان معلقه من المربى، تحطوا ممكن المشمش البرتقال الموجود. هاي الطريقة كتير سهلة، هاي شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم،
نرصهم كلهم جنب بعض قد ما قدرتوا. ممكن تصغروا هالقطعة لأنها بترجع تخمر تاني. هاي هذا بيرجع لإلكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سكرها منيح. بسم الله. هاي لما هلأ خلصهم كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بنخلصهم بنشوف كيف. انا هون هين عندي تميتها كل هالكمية. طبعا حطيتها الصينية مدهونة بالزيت وشوية طحين عشان ما تلزق. هون جبت معلقة كبيرة من الحليب ومعها معلقة صغيرة من السكر المطحون. بدي احط على الوجه. في ناس ما بتحب تحط بيض. بدي ادهن انا الوجه فيها. بسم الله. انا حميت الفرن هلا بس بدي اخليها ترتاح لمدة ربع ساعة بكون الفرن حامي منيح. وطبعا حسب كل واحد الفرن تبعه كيف. انا بدي احميها اول شيء من تحت لمدة ربع ساعة وبعدين انتو حسب الفرن تبعكم ممكن من فوق ومن تحت. انا عندي من فوق ومن تحت بس بدي اخبزها الافضل ربع ساعة من تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين من فوق طبعا بتاخدش وقت لما تتحمر من تحت لما يكون الفرن حامي. اذا مش حامي اقل شيء بدها تلت ساعة او 25 دقيقة طبعا مع المراقبة. بسم الله. انا هلا دهنتها اول وجه وبدي اريحها لمدة ربع ساعة. لازم ترتاح وبنرجع لها. بسم الله الرحمن الرحيم. ندهنها كمان وجه. خيتني بعد ربع ساعة هلا خلص بدي ادهنها الوجه هاي كمان مرة واحطها بالفرن. انا حميته على 180 درجة طبعا وكل واحد حسب الفرن اللي عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك انا دهنتهم. هلا بدي احطهم بالفرن وبنشوف النتيجه. هاي الصينيه طلعت عندي من الفرن. هاي شكلها اخذت في الخبز معي من تحت حوالي 20 دقيقه او من فوق شيء 15 دقيقه. طبعا حميتها اول من تحت وبعدين من فوق ومن تحت يعني شوي من تحت ربع ساعه وبعدين لما حميتها من فوق وتحت حوالي 20 دقيقه طبعا حسب كل واحد وفرنه طبعا مع المراقبه. هون انا عندي مربى حابب اغطي الوجه. ممكن تحطوا سكر مطحون ومربى. انا بدي احط هذا عندي مربى من المشمش او تحطوا المربى الفراوله اللي بدكم اياه بس انا حطيت عشان اللون خفيف ما يبين زي الاحمر تبع الفراوله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبدي ارش عليها كمان شويه سكر مطحون. طبعا هذا اللون بيعطي لمعه. بسم الله. او ممكن اذا في شربات بس مسح الوجه يعني تمسحوه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا او تحطوا جوز هند كمان هذا بيرجع لكل واحد وذوقه. هلا بدي ارشها بسكر المطحون. هي بدي احط عليها طبعا السكر. هلا بتشربها هي طبعا شوي ساخنه لازم نسيبها تبرد اذا بدنا نقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. هياتني بعد ما رشيتهم بدي اقطع لي واحدة نشوف كيف. طبعا كثير العجينة هشة وطرية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طبعا هي مدهونة بالزيت والطحين هيك اسهل بتسهل علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. لما نطلعها شايفين كيف. وهي المربى اللي جواها كتير عجينتها كتير كتير طرية وشهية. وان شاء الله بتعجبكم طريقتها. وما تنسونا اذا عجبكم الفيديو من اللايك ومن الشير. وبنلاقيكم بفيديو تاني وبأمان الله.